شعوبها بأنها إذا ما تم تغييرها كحكومات وكأنظمة في دولها سيكون حال شعوبها كحال الشعب العراقي، وكذلك جهات داخلية تريد ضرب الحكومة العراقية مباشرة والاستحقاق الانتخابي وفضل ظل الأجواء المحمومة حول مسألة قانون الانتخابات حدث هذا الانفجار في العراق. سيد نظير، كبداية دلالات سياسية والتوقيت، كيف تقرأونه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع، الواقع الأمني هو انعكاس الواقع السياسي. الواقع السياسي كما نرى في العراق واقع غير متلاحم، غير منسجم. هناك صراعات داخلية بين الرئاسات الثلاث، هذا شيء واضح للعيان، شيء واضح للجمهور العراقي ليس أقل. فحينما تكون هناك السلطة السياسية متماسكة، بالتأكيد أن الوضع الأمني يكون هناك متماسك. لكن ما نراه في العراق في الوقت الحاضر وخلال السنوات الست الماضية أن هناك نوع من التجاذب الشديد يصل إلى حد الطعن بالآخر من داخل الحكومة العراقية، وهذا الشيء يؤثر على الملف الأمني. يعني أنا أقول لك تجربة واحدة هي حصلت في هذه السنة، حينما اعتقل أبو عمر البغدادي أو ما يسمى بأبو عمر البغدادي. أبو عمر البغدادي في أحد اعترافاته جاء بذكر الحزب الإسلامي، مكتب رئيس نائب رئيس الجمهورية الهاشمي صدر بيان ضد القناة العراقية وضد المتحدث باسم عمليات بغداد. بعد أسبوع، ليس أقل من ذلك، بعد أسبوع قام الحزب الإسلامي بإقالة الهاشمي من الرئاسة وإقالة المكتب التنفيذي، وأسس مكتب تنفيذي جديد، ثم قام الهاشمي بتأسيس حزب جديد. الآن السؤال، ما علاقة الهاشمي بأبو عمر البغدادي؟ ما علاقة الحزب الإسلامي بأبو عمر البغدادي؟ لماذا لم يحاسب إذا كان الهاشمي له علاقة بأبو عمر البغدادي، وأبو عمر البغدادي جاء باعترافات ذكر فيها الحزب الإسلامي، لماذا لم يحاسب الهاشمي؟ هذا شيء، هذا نموذج لما نراه من عدم الانسجام داخل العملية السياسية. فبالتالي هناك تأثير كبير على الواقع الأمني. حينما يكون هناك خلل داخل العملية السياسية، طبعا يكون هناك خلل داخل العملية السياسية. حتى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي شكل في عام 2006، في الواقع هو ما شكل من أجل المحافظة على الأمن في العراق، ليس أقل هذا من وجهة نظري، وإنما محاولة لحصر حكومة المالكي، محاولة للسيطرة على حكومة المالكي، محاولة لقضم صلاحيات حكومة المالكي باعتباره هو نائب، باعتباره هو رئيس جمهورية، في نفس الوقت هو قائد عمليات مسلحة. فرض الصحوات على الجيش، فرض الميليشيات على الجيش، هذا أيضا هو خارج طيب إرادة سيد نظير. حينما تكون الحكومة غير قادرة على تشكيل جيش منظم تحت إرادتها، بالطبيعي يكون هو هناك خلل. يعني هل تقرأ الحالة على أنها، يعني التفجيرات التي حدثت صباح هذا اليوم لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بما يجري في العملية السياسية وفي الأروقة السياسية في العراق، ومسألة مناقشة قانون الانتخابات الجديد في المجلس الوطني أو المجلس السياسي الأمن الوطني؟ هل هناك ربط مباشر بين الأمرين؟ من حيث التزامن، نعم هناك علاقة كبيرة، باعتبار أنه العمليات حدثت في الصباح، وكان بعد الظهر يفترض أنه المجلس الوطني أو المجلس السياسي للأمن الوطني أن يعقد جلسته لبحث قضية الانتخابات أو بحث قضية قانون الانتخابات. هناك إرادة لتعطيل الانتخابات في العراق، هناك إرادة لتعطيل العملية السياسية في العراق. الانتخابات جزء مهم أو مفصل سياسي مهم في تاريخ العراق الحديث. هؤلاء المتنفذون داخل الحكومة العراقية، لا أقول فقط خارج الحكومة العراقية ولا أقول خارج الحدود العراقية، هؤلاء المتنفذون داخل الحكومة العراقية، هؤلاء الذين خسروا في الانتخابات المحلية بعضهم وليس كلهم، هؤلاء لا يريدون الانتخابات أن تجري في وقتها في 16 أو يناير السنة القادمة، لا يريدون ذلك، لأنه إذا حصل انتخابات معناته هناك وضع جديد سيحل في العراق، وضع سياسي سيجد يحل في العراق، وهذا يؤثر على بشكل كبير على الوضع الأمني، ويؤثر بشكل كبير على الوضع العسكري، ويؤثر بشكل كبير على علاقة المركز بالأقاليم الأخرى. طيب، وهذا يؤسس لمرحلة جديدة للعراق. هؤلاء لا يريدون للانتخابات التجريب، وبالتالي لا يريدون لقانون الانتخابات أن يمضي بشكل سليم حتى يؤخرون. طيب ذلك في هذه العمليات، يعني هذا النوع من التزامن في الوقت، يعني هذه العمليات وهذه التفجيرات محاولة لتعطيل العمل. الفكرة أصبحت واضحة، لكن اسمح لي أن أبقى معك في لندن. سيد نظير، هل تربط كذلك هذه التفجيرات بأن لها صلة بما حصل في الأربعاء الدامي، تفجيرات 19 من أغسطس الماضي؟ هل هناك ربط مباشر بين التفجيرين؟
نظرا لقوة التفجير وعدد الضحايا ونوعية التفجير واستهداف كذلك المكان والزمان حقيقة. تفضل. في الواقع لا، نعم هناك نوع من الترابط. لا تذكرون انه الصورة التي عرضت في 7/4 او بعد 7/4 عرضت للمفخخة وهي تسير، عرضتها محافظة بغداد، شاشة محافظة بغداد، فالمسير نفس المسير، يعني نفس المسير التي جاءت في 7/4 مسير سيارة نفس المسير مرت فيه، يعني هناك نوع من الترابط لا أقل حتى في قضية العبور، يعني العبور نفس العبور، حينما تكون ترصد محافظة بغداد الصورة هي أيضا قد تكون رصدتها في هذه المرة أيضا. أنا لا أعلم ماذا حدث للكاميرا في هذا الوقت، لكن قطعا في تلك المرة الكاميرا رصدت المفخخة وهي تسير من تعبر محافظة بغداد. لا إشكال هناك علاقة كبيرة، وهناك وأنا أملك بعض في الواقع بعض الأخبار السرية في ذلك في تفجير 7/4 لا أستطيع أن أبوح بها، ولكن هناك ارتباط لا إشكال كبير ما بين الذين فجروا هذه السيارات وما بين حركة معارضة لدولة أخرى موجودة داخل العراق هي التي قامت بتفجيرات 7/4. إذن هنا يجب أن نتحدث عن مسألة المعلومات الاستخباراتية التي لم تستطع أن، يعني مع العلم مع وجود هكذا معلومات تربط بين هذه التفجيرات وتفجيرات الأربعاء الدامي 19 من آب أغسطس الماضي، رغم كل هذه المعلومات التي تحدثنا عنها سيد نظير، لكن وجدنا تفجير آخر حصل للأسف الشديد. سنحاول أن نتحدث أكثر حول الأزمة السياسية وتفجيرات بغداد بعد أن نتوقف مع هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. أعود وأذكر بموضوع هذه الحلقة من برنامج العراق اليوم، الأزمة السياسية وتفجيرات بغداد. استضيف معي من النجف الأشرف فضيلة الشيخ خالد الملا رئيس تجمع علماء العراق فرع جنوب، ونستضيف من لندن السيد نظير الخزرجي الباحث السياسي، ومعي من بغداد الأستاذ منهل المرشدي الكاتب والمحلل السياسي. يرحب بضيوفي الكرام، وأعود إليكم فضيلة الشيخ في النجف الأشرف. فضيلة الشيخ، يعني السيد نظير قبل الفاصل تحدث عن وجود ربما صراعات بين الرئاسات الثلاث وسجال وحوار حول مسألة قانون الانتخابات. السيد نظير كذلك ربط مسألة تفجيرات الأربعاء الدامي أو 19 من آب أغسطس الماضي بما حصل هذا اليوم من تفجيرات، يعني من ناحية النوعية وكذلك المعلومات التي تحدث عنها. نتحدث عن مسألة المعلومات الاستخباراتية، لماذا يعني تكون بهذا الضعف وإلى هذا الحد الذي يكون الطرف الممول أو الفاعل أو المفجر أو المفخخ جهة واحدة تقوم بتفجيرين؟